هو كده خرف بس موسم ده خرف يعني ايه اللي دخله في يعني كده بيخرف. هو اللي دخله اصلا مع السيسي والقوات المسلحه بلدنا اللي حميانا وبيموتوا بسببنا المفروض ما يجيبهمش اصلا بيلعب في اي حاجه تانية. من بعد جيشك انت هتلم ورق اصلا، اي بني ادم يعرف كده. من بعد الجيش بتاعنا اللي هم الناس مش حساه هنلم ورق. جيشك ده جيش عظيم، ما حدش شاف الكلام ده. انا دخلت الجيش وشفت يعني الناس عايشه ازاي وبتموت ازاي وما بتشوفش اهاليها على الحدود. انا كنت في كونتيلا اللي اتضربت 73 دي مكانها هناك، دي حياه تانية. دي بتروح هناك ممكن ما ترجعش، بس لوطنك والاهلك اللي بيبقوا نايمين كلنا اللي خدم هيعرف. لكن باسم يوسف ربنا يهديه، مسلمين وحدين بالله ولا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. احنا شعب بسيط وطيب، بس اللي بيجي علينا بننهيه، ما بتفرقش معانا. معلم يا شيخ تفهم كلام ازاي؟ احنا رخمين يعني، ما بيتكلم في حاجه مش بتاعته. وبعدين السيسي ده عمه، انا بقول لك هو عمه. الراجل ده 100 100، الراجل ده العالمي يعني، مفيش كلام بتاع مصر. واللي يفهم كده يريح. ده جيش اسمه جيش ده حمينا بقالنا سنين. خلاص يا استاذ لازم اتكلم. انا خدت 3 سنين مع المخابرات والامن المركزي ومنطقه جيم الحربيه، عارف انا ايه بلد وايه جيش. عشان كده انا متحمس لبلدي، انا بعيد عن ده ولا ده، انا متحمس لبلدي، انا وطني مصري. مصري فاهم كلام ازاي؟ عارفين الصح من الغلط هنعمله. ده بيلعب في عداد مش بتاعه. انت راجل اعلامي، انا اعلامي بلعب في حته تمثيل وزاره الضحك، ما العبش ولا في الشرطه ولا في الجيش ولا في السياسه، لان دي مش بتاعتنا مش مصلحتنا. لازم نعرف ايه الصح من الغلط. هو بيلعب في حته تانية خلاص بقى. كان بيلعب مع مين؟ مع الرئيس مرسي فاهم، وبيلعب مع مين ومين ومين. ده ماشي، الناس دي عاديه مدنيين، لكن احنا جيش هو سلطه البلد، هي دي الحصانه بتاعتنا اللي فضلنا في الدنيا. احنا يعني في لو جت الاستدعاء الصبح اروح، ده وطني يعني. احنا عايشين على خير ربنا الاول، وثانيا جيشنا. جيشنا لو ما كانش موجود كانت في ناس كتيره باظت، وحقيقه انا قلت الكلام ده. وفي في يعني ناس كتيره بيوتها باظت وناس اتدمرت وناس تعبت وناس ماتت وناس حيت. احنا بنتكلم احنا ايه يعني؟ احنا قعدنا يعني قعدنا 30 سنه فاهم مع الرئيس حسني مبارك. الراجل ده كان عسل برضك فاهم، وربنا بقى ايه يسهل له برضه القصه. احنا مش عارفين احنا فين، بس هو جيشنا جيشك عظيم. انت لو ما فيش جيش في مصر هنا كنت انت في الباي باي. لكن يعني شكرا، مالكش مله بقى بصراحه. لكن انزل كده بالليل، كنا بنحلم بالدبابات دي اللي احنا نشوفها على الطريق وعلى الحدود. تعال شوف الدبابات والعساكر واقفه حامياك وانت نايم. صح، كان الاول كل حاجه بتخش هنا ضرب نار ومش عارف ايه وايه، كل ده خلاص بيت منا. احنا بنقف نساعد الجيش والشعب، ايد واحده بس لازم نساعدهم. احنا هم ما الشرطه والجيش ايد واحده، احنا بنساعد الناس دي لان احنا هم. انت فاهم كلام ازاي؟ احنا هم طبعا. يعني احنا لنا دور وهم لهم دور.